بص دي عشان ما تموتش كده. بص بص سمك وضعها بقى جايه لي في الجثه دي. وانا داخل كده قلت ايه، هلقف لي جمبريتين ارمي بيهم بقى، يعني سفينة اللي هو مش عارف كاتبه اصلا. هي سفينة ايوه. هي عايزة تطلع على الوش. انا عايز اطلعها على الوش، انا عايز اخدها العكس. الشعر اللي تحت 20 انضف من ده 100 مره. يعني انا مش خايف من اللي تحت، خايف من على المدى. بس هي حلوه في زمان الناس. يا باشا في زمان الناس. فكرته سمك صغير، ده خد مني ثلاث طعمات. ثلاثه خد. القطر جه هو ممكن ياخدها ولا حاجة. خلي بالك. ابن لذيذ. ده ما هو اللي كان معاه دي امبارح، ده كان امبارح شفت سمكتين. شفت ليه؟ لان هي كده كده لما هتطلع برضه هنتكلم شويه حلوين. لو معاك ملقاه هاد. انا اعتقد ان السمكه دي ممكن تبقى عروس. لا العروس كان في لقاء مش ما لهاش روح اصلا. انت لو شرقتها العروس ما تقولش روح. ما هي ابتدى يا ميرا اختفت. ايوه ما هي اللي عماله اللي بتصرخ كتير دي كاميرا. انا واخد قروص من هنا قبل كده بس من قريب. بس تموت بقى يا باشا بقى يعني كده، ولا هي مش هتموت يعني؟ لا انا رايي تسلب عليها وتحطيها ان شاء الله. انا ممكن لو بوس نضربها ببوس عادي. انت عندك مكنه حلوه ظبطتها انت كده. انت اسحب لم فيها ما تسيبهاش تاني. هي النيله بتصرف. ايوه لازم تصد قصادها. انت هتقعد تسيب لها يا بعد بكره هتطلعها. لا ما هو ليه ما تسيبش ليه؟ هي جبل يعني. لا ممكن تتسلك نفسها تحت وش الميه. بس انت تحت وش الميه ايه اللي هيتعبها؟ فاهم قصدي؟ بص هتخش على الوعر عشان كده اقول لك ما تتركيش معاك. اسلب عليها. يا باشا ب 20 بقول لك بطلعها من على الكوبري. بس صعب ان يقطع شعرك ده. لا يقطع امه ده شعر تعبان. انا عارف اصلا عارف ما اتغيرش بقاله كام سنه ده. ارجع ورا محمد، ارجع ورا، ارجع ورا. هاتوا من ورا يا محمد.
شايفها يا محمد؟ اه يا مان خليك هنا معانا. اسحب يلا بقى بسرعه. اصبر يا محمد. شجراي شجراي شجراي. يلا افصل بقى.